كيف خلصت الكيك كثير حلو حقيقه. بحكي لنا عنه اكثر، من كم ورده مكون هلا؟ هيدا تقريبا فيها شي 30 ورده. يمكن ما انك شايفه نحن مركزين هون اكثر بس على الروز، يعني ما في اي نوع ثاني، ما في ابيض، ما في الوان ثانيه، ما في انواع ثانيه، لانه لازم بوكيه الفالنتاين يكون الفوكس تبعها بس على اللون الاحمر. واللفه يمكن ما انك شايفه الامبلاج الرابين هو كمان مميز. هيدا شو الامبلاج؟ هيدا مثل لكن نيوز بيبر، بس هي طبعا متخصصه للفه الورد. فيها بتعطي هيك لك تاتش رومانتيك وطبيعي كمان بذات الوقت. طب انت برايك، كونك انت خبيره بتنسيق الزهور، كل ما كتر البوكيه بعدد الورود كل ما كان يعني للقيمه احسن، ولا مثلا في عالم بيحط بس ورده؟ هلا هي ورده بتعني كثير، بس صراحه ما في احلى منها يجيك 100 روز مثلا على اوكي. طيب شو بتنصحي كل اللي حابين يهدوا سواء كانوا شباب او بنات، شو نصيحتك لهم بهذا اليوم؟ بهذا النهار بنصحهم اكيد ما ينسوا انه يهدوا واحد منهم، يركزوا كثير. طبعا مش ضروري مثل ما عم نحكي انه يهدوا 100 ورده، بس عاد لهم حبه بدهم يكثروا الوردات. ميرسي كثير لك. شكرا.